إذا لمناقشة نفوذ الميليشيات في العراق في ظل استمرار سيطرتها على المدن المنكوبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد مرحبا بكم. يعني بعد 6 سنوات من انتهاء العمليات العسكرية، ميليشيات الحشد لا تزال ترفض الانسحاب من المحافظات المنكوبة، ولكن يعني برأيكم ومن الناحية العسكرية، هل الواقع الأمني لتلك المدن يستدعي وجودها سيادة العقيد؟ نعم، حياكم الله. تحية لك ومشاهدي قناة الرافدين. نعم، بداية دعني أقول بأن الحكومة لا تمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع الميليشيات التي تسيطر على المناطق التي تم استعادتها من تنظيم الدولة بعد عام 2014، لأن هذه الميليشيات أصبحت هي الأقوى والأكثر نفوذا على الأرض، وأصبحت حقيقة نستطيع تغولت في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وأصبح لديها غطاء سياسي وعسكري واقتصادي كبير جدا، بحيث أصبحت عملية نزع أسلحتها أو دمجها بمؤسسات الدولة يعني نستطيع أن نقول بأنه من الصعوبة جدا على الدولة أن تقوم بنزع أسلحة هذه الميليشيات، لأنها تعتبر الأكثر قدرة من الدولة في مسائل كثيرة على الأرض. وبالتالي دائما المناطق أو المحافظات في العراق يعني أو في أي دولة أخرى تكون من واجب ومسؤولية وزارة الداخلية. فإذا كانت وزارة الداخلية لا تسيطر على هذه المدن، وإذا كان الجيش العراقي لا يسيطر على هذه المدن، هل من المعقول بأن ميليشيات مكونة من خليط غير متجانس، ميليشيات تستطيع أن نقول عقدية، هي التي تستطيع أن تسيطر على هذه المحافظات؟ الجواب أكيد بأنه هذه الميليشيات لديها نفوذ ونفوذ كبير جدا، بحيث عندما نتكلم عن إخراج هذه الميليشيات نسأل سؤال: هل تستطيع الدولة أن تواجه هذه الميليشيات إذا رفضت تنفيذ الأوامر التي تصدر من القائد العام للقوات المسلحة؟ أنا أعتقد بأنه ليس لديها القدرة على أن تكون هناك مواجهة مع هذه الميليشيات، وبالتالي هذه الميليشيات تمتلك نفوذ داخلي كبير جدا، لديها مرجعيات دينية ولديها مرجعيات سياسية، قسم منها داخل العراق وقسم من عندها خارج العراق، وبالتالي أصبح لديها نفوذ أكبر من نفوذ الدولة، سواء كان في مؤسسات الدولة الرسمية أو خارج مؤسسات الدولة الرسمية. لذلك تقف الحكومة عاجزة عن إخراج هذه الميليشيات من هذه المدن. ولكن سيادة العقيد، هناك تصريحات متكررة من قبل حكومة الكاظمي ومن ثم حكومة السوداني الآن بخطط إخراجهم من تلك المدن، كيف يمكن الرد على التصريحات الحكومية بشأن ذلك؟ نعم، هذه الورود سمعناها كثيرا من الحكومات السابقة، يعني حقيقة يعني من حكومة الكاظمي والآن حكومة السوداني التي أبرمت صفقات بمسألة تشكيل الحكومة، وكانت هناك ورود بإخراج هذه الميليشيات من المناطق السنية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عودة النازحين إلى هذه المناطق، ولكن يبدو بأن الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها نتيجة تعنت هذه الميليشيات ورفضها الخروج من هذه المناطق التي أصبح لديها فيها مصالح اقتصادية ومصالح سياسية تقتضي بقاء هذه الميليشيات في هذه المناطق. وبالتالي هناك إشكالية كبيرة في مسألة قدرة الدولة على سحب هذه الميليشيات من هذه المناطق. فأنا أعتقد بأنه الدولة غير قادرة على إتمام مثل هذا الإجراء، وغير قادرة على إخراج هذه الميليشيات من هذه المناطق. سيادة العقيد، رئيس ميليشيا الحشد فالح الفياض يقول إن ميليشياته أنقذت العراق وتقف سدا في وجه الطائفية، هل التركيبة البنيوية لميليشيا الحشد يمكن أن تصدق عليها تلك الأوصاف التي أدلى بها فالح الفياض؟ نعم، لا شك هم يحاولون أن يعطون ميليشيات الحشد الشعبي قدرة عسكرية أكبر مما هي حقيقة موجودة على الأرض، ولكن نقول بأن هذه الميليشيات كانت مدعومة بطيران التحالف الدولي خلال الفترة الماضية، وهذه الميليشيات أنا أعتقد لأنها متهمة بارتكاب جرائم حرب كثيرة جدا في المناطق التي تم استعادتها خلال الفترة الماضية منذ عام 2014 وإلى عام 2017، وبالتالي لا أعتقد بأن هذه الميليشيات كما يصورها فالح الفياض بأنها القوة التي لا تقهر في العراق، خصوصا وأن هذه الميليشيات كانت خلال تلك الفترة مدعومة دعم أمريكي كبير جدا، هناك دعم مالي وهناك دعم عسكري لهذه الميليشيات خلال تلك الفترة، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الميليشيات لا تمتلك من القدرات القتالية ما يمكنها أن تكون
قوات نستطيع أن نقول حتى شبه نظامية، ولكن يحاولون أن يعطون هذه الميليشيات قدرة أكبر مما هي عليه لكي تكون قادرة على البقاء خلال الفترة المقبلة. لذلك هم يحاولون بين فترة وأخرى أن يظهرون بأن هناك وجود بعض الاختراقات الأمنية في مناطق كثيرة لكي يتخذوها ذريعة للبقاء في هذه المناطق. سيادة العقيد، محللون يرون أن الميليشيا تتمسك بوجودها أو بتواجدها في المدن المنكوبة، وذلك من أجل أن تكسب مصالح اقتصادية ربما تتحصل عليها. لو فسرت لنا ذلك سيادة العقيد. نعم، لا شك يعني من أسباب بقاء الميليشيات في هذه المناطق هي المكاتب الاقتصادية التي فتحت خاصة في الموصل وفي المناطق الغربية. هذه المكاتب الاقتصادية يكون لها ريع كبير جدا في مسألة المشاريع التي تعطى لهذه المحافظات، وتفرض نسبة على المقاولين. هذه النسبة تؤخذ قبل أن يبدأ المشروع، وعلى أن تقوم هذه الميليشيات بتأمين الحماية لهذه المشاريع. يضاف إلى ذلك بأن هناك مصلحة سياسية من البقاء أيضا في هذه المناطق للتأثير على الناخبين لبعض المرشحين الذين انضموا لهذه الميليشيات من بعض هذه المناطق، وبالتالي أصبحت لديها مصالح اقتصادية ومصالح سياسية. يضاف إلى ذلك مسألة التغيير الديموغرافي التي تجري في كثير من المناطق. هناك عملية شراء لكثير من الأراضي الزراعية سواء كانت في محافظة الأنبار أو في محافظة الموصل. يضاف إلى ذلك فتح الكثير من المؤسسات العقدية والمدارس التي فتحت في الموصل وفتحت في مناطق أخرى من العراق، بحجة أن هناك هذه المدارس لها أثر ديني كبير جدا، وأن هذه المدارس بالأصل كانت تابعة لهم، وما إلى ذلك من أمور تسوق بغرض إجراء التغيير الديموغرافي في هذه المناطق. وبالتالي أعتقد بأن المصالح الاقتصادية أصبحت كبيرة جدا لهم في هذه المناطق، لذلك هم لا يريدون الخروج منها. من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم.